ليك ليك تطلع هالمرة شو مرتبة. ايه حلوة بس مش ضروري تكون مرتبة. ليحرق رفك مرة مثل هاي مش مرتبة. وليتطلع طلع بأناقتها بمشيتها بجمالها. وإذا هذا الشكل البراني بس أنا بقول يمكن من جوا تكون غير هيك. وليه راح تدوخني أنت؟ وليتطلع تطلع لك ملا ملاك. من برا ملاك ومن جوا الشيطان. ما تخلي المظاهر تخدعك. يمكن تكون نفسيتها بتقرف، أخلاقها عاطلة، وشخصيتها دم تقيل. ما ممكن الشكل من برا بينعكس على الإنسان من جوا. ما تغلط، يا ما الشكل من برا بيكون مستر على عيوب كتير من جوا. كيف يعني كيف؟ كيف؟ حلو هالصباط؟ حلو بس بجنن بيدوخ. وهلأ شوف الكلسات. شو؟ بتوافق معي؟